مجموعة من الصيادين من شمال الجزائر حطوا الرحالة في غابات الجلفة من أجل صيد الخنازير التي تسببت في خسائر كبيرة للفلاحين. بعد كثرة الشكاوي من طرف فلاحين ومجاوري الغابات لولاية الجلفة المتضررين من الخنازير التي تسبب خسائر على مستوى المحاصيل الزراعية، وتطبيقا لتعليمات السيد والي ولاية الجلفة، ارتأت محافظة الغابات بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للصيادين بتنظيم حوشة إدارية على مستوى غابات وأحراج الولاية. بعد ساعات من البحث عن الخنازير في هذه الغابات، وجد الصيادون صعوبة كبيرة في العثور عليه بسبب طبيعة المنطقة. هنا كي يخرج على ضربة، تروبو كومبلي يخرج على ضربة، في ولاية بومردات يجي واحد زوج بثلاثة بأربعة يتفارقوا، هنا يجي على ضربة، هنا يقدر يشوفك على خمسة ستة سبعة كيلومتر تحت الشجر، باسكو هنا يرقد تحت الشجرة يرقد، الحلوف راه هابط. يقدر يشوفك على كيلومتر كيلومتر سنتو. هؤلاء الصيادون سبق لهم وان زاروا الولاية من أجل تخليص الفلاحين من هذا الحيوان الضار. عندنا فريق حرفي، فريق متنقل، عنده تجربة كبيرة. يجد الصيادون في هذه العملية تشويقا كبيرا في صيد الخنزير التي تضررت منه المحاصيل الفلاحية في مختلف مناطق الولاية، والفلاحون يستبشرون كل مرة بهذه الحملات التضامنية.